شكرا جزيلا. معالي رئيس الوزراء السيد راما، أنا ممتن للرئاسة الألبانية على تنظيم هذه الجلسة. سعادة الأمين العام، السيدات والسادة، منذ بداية العدوان الذي أطلقته الدولة التي لسبب من الأسباب ما زالت عضوا دائما في مجلس الأمن، مر أكثر من 500 يوم من الألم والمعاناة. لقد قتلت روسيا عشرات الآلاف من مواطنين وحولت الملايين إلى مشردين من خلال تدمير منازلهم. أغلبية العالم يقر بحقيقة هذه الحرب. هذا عمل عدواني إجرامي وغير مستفاد من قبل روسيا ضد بلدنا للاستيلاء على أراضي أوكرانيا ومواردها. هذا النظام الإرهابي ينوي من خلال عدوانه أن يقوض كافة قواعد القانون الدولي الهادفة إلى حماية العالم من الحروب. أنا ممتن لكل من أقر بهذا العدوان الروسي كاختراق لميثاق الأمم المتحدة. تمارس أوكرانيا حقها عن الدفاع على الدفاع عن النفس ومساعدة أوكرانيا بالأسلحة من خلال وفرض الجزاءات والضغوط على القوة المعتدية. هذا يعني الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة. وقد أقرت قرارات الجمعية العامة بوضوح بأن مصدر هذه الحرب روسيا، ولكن ذلك لم يغير شيئا بالنسبة إلى روسيا في الأمم المتحدة، إلا أن هذا الوضع غير الكثير بالنسبة إلى منظمة الأمم المتحدة. وعلينا أن نعترف بأن الأمم المتحدة في حالة جمود فيما يتعلق بهذه المسألة العدوانية البشرية. ما عادت تعلق أملها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالدفاع عن سيادة الدول. قادة العالم يبحثون عن منصات وتحالفات جديدة للحد من نطاق هذه المشاكل التي تواجهها هذه المنظمة بكلمات وليس أفعال وحلول.